جايز السابعة من ألايف، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دفع وتطوير العمل العربي المشترك. وخلال استقباله رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، أعرب السيسي عن تطلعه لقيام المؤسسة بمضاعفة جهودها لتعزيز التضامن العربي في ضوء دقة المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة. وافق مجلس النواب على قائمة التعديل الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء شريف إسماعيل. شمل التعديل 9 وزراء فضلا عن تعيين 3 نواب لوزير الزراعة ونائب لوزير التخطيط، فيما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن أول اجتماع للحكومة سيكون الأسبوع المقبل بعد أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية. وأضاف إسماعيل أن الحكومة تسعى لإيجاد دور للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مضيفا أنها تسعى من أجل وصول الجنيه لقيمته العادلة. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال 2 عامين فضلا عن تحويلها لمركز دولي للتجارة وتداول البترول والغاز. وخلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة، أكد إسماعيل التزام الحكومة بتسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط لجذب الاستثمارات في هذا المجال. داهمت قوات إنقاذ القانون من الجيش الثالث الميداني عددا من البؤر الإرهابية وسط سيناء. ووفقا للمتحدث العسكري، أسفرت حملة اليوم عن ضبط 8 عناصر شديدة الخطورة وتدمير سيارة مفخخة ومخزنين يحتويان عبوات ناسفة ومخدرات. ختام الموجز، شكرا لكم.